مبادرات مصرية سوف يتم طرحها خلال هذه القمة؟ هتطرح هناك عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية اللي تم صياغتها تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ في إطار الأمن الغذائي، الأمن المائي، الاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، كلها مبادرات نسعى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف، ويترجم هذا التأييد إلى تفعيل ومشاريع وتمويل مشاريع يكون له أثر على التحدي المرتبط بتغير المناخ. معالي الوزير، حضرتك ذكرت في كلمتك النهاردة أنه لا مجال للاستقطاب في هذه المرحلة، وأنه لابد من يعني التكاتف بين دول العالم لأنه ما فيش طرف الاستقطاب. كيف ترى مظاهر هذا الاستقطاب؟ يعني احنا بندعو الى تحصين المؤتمر من اي مؤثرات جيوسياسية حتى لا تظهر اي اولوية الا الاولوية الخاصة بحماية الكوكب من التغير المناخي الذي له اثره على عيش المواطنين ومستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة. التوترات اللي قد تؤدي إلى التشاحن والاختلاف لا تخدم مصلحة تغير المناخ ومعالجة الآثار المدمرة. رأينا هذا العام ظواهر بالغة في الخطورة لم تكن في الحسبان، أدت إلى فقد الأرواح وفقد الممتلكات وآثار اقتصادية ضخمة لابد من مواجهتها. أما الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية فهي تزول بحكم الجهود المبذولة في الإطار المتعدد في الإطار السياسي، ونستطيع أن نتجاوزها. لكن إذا ما تعدينا نقطة اللا رجعة في إطار تدهور حالة الكوكب الأرض فسوف يصعب علينا أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وسوف نرى تدهور بالغ في المناخ اللي نعتمد عليه للحياة. هل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة وتداعياتها هل أثر على أجندة عمل المؤتمر وعلى توجهات الحاضرين أيضا في المؤتمر؟ هناك شواهد بأنه أزمة الطاقة المتولدة أيضا عن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى بعض التراجع في عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وعدم السير قدما في توسيع الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة. لكن نحن ندعو إلى ضرورة الالتزام بما تم التعهد به في هذا الصدد وعدم التراجع وعدم حدوث انتكاسة في هذا السبيل، ونطالب الدول اللي ربما نظرا للتأثرات الاقتصادية تفكر في العودة إلى وسائل الطاقة الغير نظيفة أن تتجاوز ذلك وأن تعود إلى المسار اللي يحقق تخفيض الانبعاثات بالشكل الملموس.